هل يحل لنا السفر إلى المدينة المنورة لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حلال، إذا ما زرنا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبر مين بدنا نزور؟ بعدين النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهو اللي علمنا كمان أنه سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى المسيح، لما يرجع ينزل على الأرض رح يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورح يسلم على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام رح يرد عليه السلام. فما تلتفتوا للناس اللي بدون يحرموا علينا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فشو جوابهم على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدون يقولوا عيسى عليه السلام بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام رح يكون عم بيعمل معصية؟ أعوذ بالله منهم. لا تلتفتوا إليهم، خلوا هالكلام ببالكم وعلموا لأولادكم.